السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الملعب. قبل لا ندخل في تفاصيل حلقة اليوم، حابين نعلن لكم عن مسابقة الإعلام الرياضي لدوري بنك البحرين الوطني اللي يقيمها اتحاد الكرة، ومن ضمن هذه المسابقات مسابقة أفضل فيديو اللي تشرف عليه قناة البحرين الرياضية. فكرة المسابقة باختصار هي عمل فيديو ترويجي للدوري لا يقل عن دقيقة واحدة ولا يزيد عن 3 دقائق. هذه المسابقة راح تكون مفتوحة للجميع، وراح يكون آخر موعد لإرسال المشاركات بتاريخ 1 مايو 2018. راح تكون هناك جوائز نقدية للفائزين بالمراكز 3 الأولى، حيث يحصل الأول على 500 دينار بحريني، والثاني على 300 دينار، والثالث 200 دينار. ويمكنكم معرفة تفاصيل وشروط المسابقة بشكل أكبر من خلال المنشور الخاص بالمسابقة على حساب القناة الرياضية في الإنستغرام. أما الآن مشاهدينا، فخلونا نتابع آخر أخبار دوري ناصر بن حمد للجامعات اللي وصل للجولة الأخيرة من الدور التمهيدي. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل أحمد محمد. تستمر المنافسات في دوري الجامعات لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب. نسخة فاخرة من البطولات شهدت بموسمها الأول تألق تنظيمي ومنافسة قوية ومشاركة من كل الجامعات. شهدت الجولة 3 من الدوري التمهيدي منافسات قوية في شتى الألعاب، فكل الفرق تريد التأهل للأدوار القادمة وعدم الخروج من الدوري التمهيدي، والبعض يرجح كفة المشاركة بالبطولة بأنه الفوز لما تحمله من تميز كبير في النسخة الأولى. سمو الشيخ ناصر أطلق مبادرة أن عام 2018 هو عام الذهب، فهذا الدوري ذهب، يعني ما نقدر نقول شيء عنه إلا أن كل مبادرات سمو الشيخ ناصر بدايتها ذهب وإن شاء الله نهايتها ذهب. لقاء جدا جميل أن نشوف الفتيات طبعا أن يشاركون في هذه الألعاب المختلفة، حسب ما سمعت أن سلة وكرة قدم وطائرة، مبادرة أروع وأجمل أن الجامعات يشاركون في هذا الشيء. دوري الرجال لكرة القدم يشهد منافسة قوية بين جميع الفرق لما تمتلكه من أسماء ولاعبين يحولون الكرة إلى فرشاة معبأة بالموسيقى. حضور جماهيري مميز شهدته صالة مدينة خليفة الرياضية في الدوري منذ بدايته، نتمنى أن يستمر في المباريات القادمة. هذه البطولة يعني فرصة حلوة حق الشباب وحق الطلاب أن يتجمعون في مثل هذه البطولات، منافسة حلوة. اليوم الحمد لله قدمنا مستوى طيب، يعني أفضل من المباراة طافت، يعني مستوانا في التصاعد كل مباراة. دوري السيدات كان ممتعا لدرجة لا تصدق، فالمنافسة محتدمة بين الفرق والكل يرغب بإظهار أفضل ما لديه. طالبات الجامعات يوضحن للجميع بأن لديهم طاقات رياضية مبهرة أظهروها في المستطيل الصغير. الدوري اليوم كان مرة ممتاز والحمد لله احنا الحين تأهلنا، والدوري ما شاء الله كله منظم، وصراحة الشكر للدوري والشيخ ناصر، والحمد لله تأهلنا الفوز وإن شاء الله البطولة. دورينا الجامعي مستمر بإثارته في كل الألعاب، المتعة حاضرة بكل الميادين، نتمنى أن تستمر في الأدوار القادمة. وللحديث أكثر عن دوري ناصر بن حمد للجامعات، يسعدنا يكون معنا في الاستديو مكي سعيد رئيس اللجنة الفنية للبطولة، ومنير عبدالله لاعبة فريق جامعة المملكة. يا هلا ومرحبا فيكم في استديو الملعب. أهلا فيك أخي محمد. في مكي، في البداية تحدثنا عن دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد لهذه البطولة اللي تقام لأول مرة وتجمع كل جامعات البحرين. في البداية أحب أشكر سمو الشيخ ناصر، وهذا شيء مو غريب على سمو الشيخ ناصر، على مبادراته، وهالمبادرة فعلًا جت في وقتها، لأن بعض اللاعبين وخاصة الطلاب محرومين من اللعب، طول يومهم دراسة، فعندهم وقت الحمد لله يستجمون فيه ويتعرفون تعارف، والحمد لله هذه المبادرة تعد من المبادرات اللي على مجال القرى والمدن، والحمد لله
اتوقع ان شاء الله تكون فيها في مبادرات ثانيه ان شاء الله، وتكون مبادرات اكبر من هالمبادره اكيد ان شاء الله. نيره طبعا كلاعبه في هذه البطوله، رايك في هذه البطوله اللي تجمع كل جامعات البحرين في منافسات مختلفه؟ اول شيء اشكر سمو الشيخ ناصر على المبادره الحلوه اللي هي عام الذهب. الصراحه شيء وايد حلو، لان اول شيء خلونا نصير جروب كطلبه مع بعض قبل نصير جروب مع اللاعبين الخارجيين. كانت منافسه وايد حلوه انهم تتعرف على الطالبات والطلاب والبرامج دي، وعندنا احنا الطالبات يعني يبون يفرقون طاقتهم يعني اكتشفنا مواهب. يعني انا ما اكتشفت ان انا اكون كلاعبه قدم، عمري ما لعبت قدم، كانت اول فرصه لي ادشها ودشيت بعد حارس، يعني كانت تجربه حلوه. يعني احنا شاركتي في لعبتين قدم وسله، اي يعني متوافق يعني كوناس يعني شين انه يعني تشيك اللعب، وهاي اول انجاز حق جامعتنا، اول فريق نسائي يطلع يعني مو شيء حلو جدا، شيء عود يعني بالنسبه لنا هاي الشيء. اكيد موفقين ان شاء الله. نحكي طبعا لو نتكلم عن نظام البطوله، كونك رئيس اللجنه الفنيه، شلون راح يكون نظام المسابقه في والله توزعت البطوله على اربع مجموعات، لان عندنا 14 جامعه مشاركين، فمجموعتين اربع فرق ومجموعتين ثلاث فرق، ويصعد الاول والثاني من كل مجموعه، وبنلعب دور الثمانيه زين فجدول هرمي، وبعدين دور الرباعي فالنهائي. حلو انه يكون زياده ادوار، ربع نهائي وثم نهائي او نص نهائي، لان مثل ما بيعطي اثاره اكثر للفرق. وكنا نتمنى يكون في جامعات اكثر بعد، بس هي جامعات البحرين اللي موجوده عندنا، وان شاء الله المعاهد والجامعات الخاصه اللي راح تنشا ان شاء الله في البحرين في الموسم القادم ان شاء الله. اكيد طبعا في الخير والبركه في الموجودين. الله يسلمك. اكيد طبعا. منيره نرجع للفتره اللي قبل البطوله، شلون ياتكم مثل ما اقول فكره اقامه هذه البطوله، وشلون عديتها والفريق واقمتم التمارين مثل ما نقول او مباريات وديه لحد اليوم اللي شاركتوا فيه؟ والله انا اول بدايه الفتره انا ما كنت موجوده، كنت اصلا اريد عندي بطوله خارجيه مع المنتخب ما شاء الله، فخليت الموضوع كله على صديقاتي يعني ما قصروا فيهم خير البركه. يا اما انا فريق، وكان فريق يعني كان عدد عود لما وصلنا هالعدد القليل يعني اللي دشينا فيه. عدينا في اسبوع يعني، بس اسبوع بالضبط حق اول مباراه سله، واسبوع بالضبط حق كره القدم. يعني كان في البدايه احنا يلا بس شيء من تدرب، ما سوينا مباراة ودية ولا شيء، قلنا عشان ما حد يتعور ولا حد يتعذر انه ما عنده مجال بعد انه يلعب. كان كافي الاسبوع؟ والله كبداية يعني احنا دشينا انه بس شيء يعني ما توقعنا اصلا، يعني ما حاطين امل احنا اصلا نفوز ولا بس قلنا احنا نبي نشارك، نبي نرويهم ان جامعة المملكة قادرة. انتم تفاجأتوا من نفسكم في البطولة؟ احنا اول مباراة يعني. طبعا ما توافقنا في السلة مع الايرلندية يعني. ما شاء الله عليهم ما قصروا. المباراة الثانية لعبناها السلة بعد مع العربية المفتوحة. وفزنا لأن طلعنا صار مباراة قدم مهزومين، ما كنا متوقعين الهزيمة في كرة القدم، فطلعنا إحنا لازم نفوز في يوم دشينا العربية المفتوحة يلا بنلعب بس إن شاء الله طالعين فايزين، فكان الكل يلعب والكل يبي يفوز. أم بالنسبة حق أول مباراة كنا دشين أصلاً إحنا خايفين أصلاً يعني لحين مو بعرفين عقر بقر صدنا أصلاً في المباراة، فلا يعني المباراة الثانية إن شاء الله اليوم الأربعاء ان شاء الله موافقين ان شاء الله. ماكي طبعا لو نتكلم عن اختيار الالعاب، جاء اختيار لعبتين القدم والطائره بالنسبه للشباب وبالنسبه للطالبات لعبه القدم والسله عفوا، هو ثلاث العاب. ليش اختيار هذه الالعاب كان بالتحديد؟ هو الاكثر ممارسه في البحرين بالاخص لطلاب وطالبات الجامعات البحرين، بس كنت اتمنى انه يكون بعد ندخل العاب ثانيه، وان شاء الله المجال مفتوح ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله البطوله القادمه، واتمنى يكون فيه ان شاء الله منتخب للجامعات ويمثل البحرين في اي بطوله، سواء على مستوى الخليج او على مستوى الدول العربيه، الجامعات الدول العربيه صح. اتمنى تفاعل الطلبه مع هذه الالعاب اللي اخترتوها، مثل ما تقول يعني ان كان في لاعبين متواجدين في كل لعبه في كل لعبه جامعة. وفي مواهب ما اكتشفناها، انا يمكن اكثر من موسم في بطولات دورة سمو الشيخ خالد للصالات والبطولات الثانيه اكتشفنا لاعبين عمرنا ما كنا نسمع فيهم، نعم، مع انهم طلاب وبعضهم طلاب يعني دراسات عليا وبعض طلاب ماجستير يعني دراسه خذتهم عن الرياضه، اي شيء غريب ممكن تشوفهم، كنا في صغرهم كنا نعرف ان هاي فلان كان لاعب كان يلعب، ولكن استمرارهم كان بسبب الدراسه صعب انه، ولكن الان اكتشفناهم، وممكن في مدربين للمنتخبات وبالاخص مدرب منتخبنا للصالات كان موجود متواجد وتفاعل معنا،
واتمنى يكون مره ثانيه مثل ما اقول اخوي محمد، اتمنى يكون في منتخب للجامعات. اكيد ان شاء الله. طبعا منيره، من خلال المستويات الفنيه اللي شفتوها في البطوله، كانت البطوله نقدر نقول عنها قويه فنيا؟ ايه يعني، خصوصا بعد يعني مع الجامعه الايرلنديه يعني، وفي بعضهم اللي شاركوا في الدوري اصلا مع الشركات، وفي بعضهم لاعبات منتخب، فهاي زاد قوه المنافسه بيننا وخلانا نصير حماسين اكثر انه نبي نرويهم، انه حتى اللي ما يعرفون كهو يعني كهوايه ان احنا نقدر نجاريهم. فيعني هاي شيء وايد زين انهم شاركوا، يعني اتمنى ما يمنعون مثلا كلاعبات، لان صار انه ما يبون لاعبين انه يشاركون لانهم عندهم خبره والبقيه مبتدئين. لا هاي شيء وايد زين، لان خليك تشوف منافسه بينك وبين نفسك وبين الافرقه. اكيد طبعا. ما هل في هناك مفاجآت في الادوار القادمه؟ يعني دور تمهيدي كان مميز للغايه ما شاء الله، اكيد في مفاجآت عندكم للدور. في مفاجآت بس ما لا نبي يعني، نبي حصريات الحين، نبي امور حصريه. بالنسبه لافضل اللاعبين راح يكون في جوائز لافضل اللاعبين في كل مباراه، زين، ابتداء من دور الثمانيه. ولكن احنا نتمنى يكون فيه مثل ما تقول في مدربين المنتخبات، نتمنى يحضرون مدربين الانديه، يحضرون يختارون افضل لاعبين. والمفاجاه الكبيره ان شاء الله حضور سمو الشيخ ناصر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تشرف. طبعا منير، يمكن نتكلم عن هذه البطوله، عاده في البحرين لما تكون في بطوله جديده تكون في البدايه البطوله مخصصه للرجال فقط، بعدها بكم نسخه تدخل المشاركه النسائيه. هذه البطوله يمكن كانت مميزه انها دخلت من البدايه من نسختها الاولى مشاركه رجاليه ونسائيه، وحتى يمكن الالعاب النسائيه ما شاء الله مسويه مثل ما نقول حماس كبير، فرايت في دعم الرياضه النسائيه عبر هذه البطوله. جزيل الشكر حق هالشيء، لان هاي الشيء اصلا انا قبل اروح اقول لهم لازم نسوي برنامج، لازم نسوي رساله حق الجامعات نشارك. فأصلا جاتنا يعني مثل ما يقول ضربة حظ إن الدوري صار وإحنا شاركنا فيه، لأن أصلا البنات عندنا بنات وايد موهوبين وايد، فلازم البناية تطلع. يعني هذا كأول اللي البناية خلاص ما لها دور في المجتمع، البناية حين لها مكانات لها في المجتمع قيمة، فمو بس كعمل حتى كرياضة، في بنات وايد رياضيات وايد، يعني قاعد نكتشف وايد يعني أشياء صح. يعني لعبات حتى في انصدمنا، قلنا لها انت تلعبي من قبل؟ قالت لا والله بس على ايام مدرسه من 6 سنين ما لعبت. احنا ننصدم كبنات بيننا وبين بعض، فلا بال ان لو كان شيء مستمر. فكنا كانوا ناطرين الفرصه يعني. اي يعني كانوا ينطرون شيء يقولون يلا، تحسون نفس اللي يلا بس اهتدوا سيدي حق اللعب. نعم طبعا. ما يمكن لو نتكلم عن الاتحادات الرياضيه في البحرين، اكيد ما لنا غنى عنها في اقامه اي بطوله من خلال الاستعانه بالحكام، الاستعانه بالخبراء في اللعبه، ومثل ما نقول الامور الفنيه كلها نحتاج الى الاتحادات. شلون كان اتحاد تنظيمكم معاهم من اجل اقامه؟ والله في البدايه نشكر الاتحاد البحريني لكره القدم على توفير الحكام، ونشكر وزاره الشباب والرياضه وعلى راسهم هشام الجودر، ونشكر مدير إدارة الهيئات والمراكز أبو عبد الله نور المطوع اللي ما قصر ويانا، ذلل كل العقبات وموجود ويانا من البداية من أول أيام الإعداد للبطولة، من أول الاجتماعات، من أول القرعة، من أول كل شيء. أبو عبد الله ما قصر ورايته بيضة، وبعد في نفس الوقت أقول لك الاتحاد ما قصروا معنا توفير الحكام. مو بس اتحاد القدم؟ لا، هو الاتحاد القدم بشكل عام في بعض الاتحادات لا ما وفروا حكام، كون ان في مدرسات عارفين قانون اللعبة وهم اللي يديرون المباريات. تعرف احنا ما عندنا حكامات سلة وما عندنا في البحرين، ولكن موجودين كتدريب وفي الاتحاد، والاتحاد البحرين لكرة السلة ما قصر، وفر طاقم اداري، طاقم طاولة، وفر الميقاتي، وفر، ونشكرهم. في توجه السنه الجايه ان نزيدون عدد الالعاب، فكرت في الموضوع من الحين؟ اي فكرنا، وان شاء الله بتكون نفاجئ الجميع ان شاء الله، سواء فتيات او رجال راح نفاجئهم ان شاء الله. ان شاء الله. نيره طبعا شفنا حضور جماهيري مميز في البطوله، يمكن يعني اهالي الطلبه مثل ما نقول اللي معاهم في الجامعه، يعني كل من جاي يشجع جامعته، هذا شيء شكل لكم انتم كلاعبين؟ حماس يعني، والدليل المباراه العربيه المفتوحه اصلا جامعه بوليتكنيك كانت اصلا موجوده بجمهور، كانوا يلعبون لنا قبلنا طول المباراه يشجعونا، فهاي يزيد حماسنا. وفي يوم القدم جامعه البحرين ما قصروا، حتى تسخين نزلوا ويانا يحمسونا كثر ما كنا متوترين، لان فقدنا كذا لاعبه انسحبوا واللي تعورت فتوترنا، حتى ما قصروا نزلوا وياي، يعني حتى قعدوا يشوتون كور علينا انه يعني يلا لا تخافين دشي المباراه بس استانسي وشي،
فما يصلون يعني ربعنا يا واهالينا واللي ما قدروا يحضرون بس قاعدين موجودين الانستغرام ينطرون النتيجه ويشوفون الصور. بس حلو يعني هالشيء يحفزكم انكم تقدمون افضل ما عندكم، خصوصا لما يكون شيء بعد من اهلنا ومن صديقاتنا يرفع معنوياتنا اكثر، يعني حتى لو احنا طالعين خسرانين انت تشوف الجمهور تطلع فايز. عموما احنا نتمنى لكم كل التوفيق سواء كلاعبين وسواء كلجنه فنيه. شكرا لكم على تواجدكم معنا امير عبد الله ومتاحه الفرصه. شكرا لك. شكرا لك. من تسلح بالاراده لا يعرف المستحيل، والانسان بطبيعته للتحدي يميل، وخلف كل جهد وانجاز جميل. دعونا نتابع معاكم قصه البطل احمد الهنداوي مع الزميل سعد حماده. بطل لم يقف أمامه حلم قالوا عنه الكثير بأنه مستحيل، تحدى نفسه وتحدى الجميع من أجل أن يرفع رأسه أمام من قالوا بأنك لن تصل. تقريبا في شهر ديسمبر 2017 دشيت بطولة محلية في اتحاد السباح، حصلت الميدالتين. دشيت سباحة الحرة والصدر. فتحت الحمد لله السباحة وبدأت مع أحمد، كان تحدي وقبلنا هذا التحدي والحمد لله توجنا بأول بطولة محلية يشارك فيها فريق السباحة. أول شيء كنت خايف لأن ما أعرف شيء، أول مرة بأدش بطولة، فمن نزلت الماي قلت لا بس يعني المفروض لازم أركز على السباحة، فرحت وطلعت حصلت الناس صفقوا لي واستانس. أنا شفت أحمد في البطولة أنه متشجع ويعني كان يبغي يوصل الهدف اللي يبغي أنه يفوز. لم يقف هكذا مكتوف ليدي، بل قام وبحث عن أضيق الأبواب التي قد تؤدي به إلى هناك، سماء أحلام قد طار بها بطل يدعى أحمد. كان في برنامج يقدمه الكابتن ياسر هو بيرادي، لأن أنا ما حصلت الرياضة اللي تناسبني فافتريت على كل الرياضات، كرة السلة، كرة القدم، الريشة. أحمد أنا شفته في برنامج اكتشاف مواهب، تشوفه إنسان رياضي، يعني أنت كاختيارك كمدرب تشوف الإنسان الرياضي اللي كرياضي وممكن ينجز. أول ما دشيت المسبح كنت خايف لأنه ما كنت أعرف أسبح، فبعد التشجيع من كابتن ياسر شجعني إنه ما خاف، إنه أول شيء أول تمرين أعطاني إياه ومو بتمرين تعليم. كيف نرى بأن هناك ما يمكنه إيقافنا من أجل تحقيق ما نسعى إليه، وهناك أبطال قد تحدوا كل شيء من أجل أحلامهم. يوم الدكتور قال لي إن أنت مالك علاج، أنا صرت ضايقت، أنا كنت أنوي إن أصير تصري لي زينة، فقال لي إن أنت أحمد إن أنت مالك علاج، تضايقت. تميت تقريبا شهر متضايق ان ما حصلوا لي علاج، فقلت خلاص عقب هالشهر خلاص ما لي علاج امشي في حياتي مع اعاقتي. طبعا اعاقه احمد هي شلل نصفي تشنجي وراثي، طبعا هذه حاليا هو يعتبر مرض، فهذه المرض ما له علاج لأنه يصيب أو عدم اكتمال الخلايا العصبية أو نهايات الخلايا العصبية. فالدكتور قال له ما لك علاج طبعاً، بس هذه ما وقفه. إعاقتي؟ لا ما أثرت فيني ولا فكرت إنها بتأثر. من قال بأن الإعاقة هي نهاية العالم فلا شك بأنه لم يعرف هذا البطل الذي قد تغلب على نفسه وتغلب على الكثيرين الذين رأوا بأن الفوز لن يكون حليفاً له. ما فرق بيني وبينهم نفس الشيء، بس إن أنا عندي إعاقة وما عندهم،
ان الاعاقه تاثر فيني ان ادش بطولات. اعاقتي انه ما تعيقني عن شيء، وما اقدر افرق بيني وبين هالشخص، كلنا نفس الشيء. احمد انسان اكتف، وعشان كذي انا اخترت له رياضه السباحه، لان انا ما حبيت انه هو يقعد على ويل تشير ويلعب رياضه او 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 يمارس رياضه يكون فيها قاعد. لا بالعكس، انا اخترت له رياضه يطلع فيها طاقته، لان هو انسان نشط وياني من بيئه هو فيها نشط بالاساس، فما يصير اجيبه الاتحاد واخليه يقعد. حتما سيصل هذا البطل الى محافل عالميه، فعندما نقتدي باولئك الذين قد حققوا المستحيل فحتما سنكون قادرين على الوصول الى ما وصلوا اليه. قدوتي في السباحه شيخ خالد بن حمد ال خليفه، لانه هو قبل التحدي انه يسبح من السعوديه للبحرين، وهاي الشيء انه شرف لي انه هو يصير قدوتي. نفسه هو ما قبل التحدي، احنا بعد ان شاء الله نقبل التحدي وباسبح وابذل مجهود وان شاء الله اصير بطل. أقول حق أحمد واصل إن هذا الشيء اللي أنت تسويه زين، إن اعتقدت هذا دش بطولات خارجية إن شاء الله بيوصل لعالمية. الرسالة هذه دائما أنا أقولها للرسالة، اللي يقتل الرياضي أو البطل هما شيئين، القلب والعقل. إذا التفت للجانب العاطفي وركز عليه بيخسر، إذا التفت للجانب والمغريات في الحياة بيخسر. لازم يركز على هدفه، أهو هدفه إنه هو يكون بطل، ولازم يركز عليه. لا يقف أمام الحلم إلا صاحبه إن قرر ذلك، فإن وقف أمام مرآته وقال أنا عائق لك، فهنا يتوقف كل شيء. بالفعل مثال يدعو للفخر في رياضتنا المحلية من لاعبينا من ذوي العزيمة والإصرار والإرادة والتحدي. أحمد الهنداوي فخورين فيه كلنا، والله يوفقك إن شاء الله في مسيرتك الرياضية. مثل ما قال سعد حمادة في تقريره، لا يقف أمام الحلم إلا صاحبه. شكرا سعد على هذا التقرير، والله يوفق طبعا اللاعبنا أحمد الهنداوي. ننتقل الآن إلى لعبة أخرى، لاعب منتخبنا الوطني للجوجيتسو علي منفردي أحرز الميدالية البرونزية في بطولة لندن الشتوية المفتوحة، واللي شارك خلالها 500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم. بنتحدث عن هذا الإنجاز أكثر، ولكن بعد ما نشاهد هذه اللقطات للبطل علي منفردي.
للحديث أكثر عن هذا الإنجاز يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو البطل علي منفردي. أهلا ومرحبا فيك كابتن. يا أهلا ومرحبا، مشكورين على الاستضافة. كابتن، في البداية يعني شنو شعورك لما تحقق الميدالية البرونزية على بطولة عالمية شارك فيها أكثر من 500 لاعب؟ طبعا طبعا هالميدالية وايد مهمة لي كلاعب، بس هالسنة 2018 سنة الذهب فقط على قولة سمو الشيخ ناصر، فالإحساس زين، قدرت أحرز بعض النقاط المهمة اللي كنت أحتاجها. الميدالية مهمة من ديك الناحية، بس أنا مو براضي وكنت ناوي أخذ ميدالية ذهبية، ما كنت مخطط لخسارتي في دورة النصف النهائي، بس الحمد لله في أشياء مهمة تعلمتها في هالبطولة وفي أغلاط معينة ما بسويها في البطولات الجاية إن شاء الله. تعلم من هذه المشاركة طبعاً بالتأكيد طبعاً. يعني شلون كانت استعدادك لهذه البطولة؟ استعدادي كان قوي الحين. أنا طبعاً إعداداتي كلها صارت في البحرين مع الكابتن رضا منفردي اللي هو عمي، يعطيني قيادة وايد مهمة في حزة هالبطولات. أنا أعتبر روحي نوعا ما المسدس وهو القناص، فعندنا تعاون وايد مهم، ويعني في بطولات مهمة جاية في هالسنة وإحنا مخططين حق أشياء وايد أكبر من هالبرونزية، بس الحمد لله هاي كانت بداية مهمة وعطتنا فيجن معين إنه خلاص هاي المسار اللي بناخذه. نعم، خلال فترة الإعداد هذه اللي تكلمت عنها، شلون كان دعم الاتحاد البحريني للرياضات القتالية، وشلون كان دعم الأهل بما أنك من عائلة كلها مهتمة بالألعاب القتالية؟ طبعاً لعبة الجيتسو صار لها مدة طويلة موجودة في البحرين، بس صرنا من ضمن اللجنة الأولمبية من سنة 2015، ومن عقب ذاك اليوم في أشياء تاريخية أنجزناها، وطبعاً أكيد لازم نشكر القيادة الرشيدة سمو الشيخ ناصر، سمو الشيخ خالد، الاتحاد نفسه برئاسة المهندس أحمد خياط ونائب الرئيس عمر بوكمال، والمدرب مدرب المنتخب نفسه رضا منفردي. فحققنا أشياء وايد مهمة في هالمنتخب، مثل ذهبية بطولة آسيا، ذهبية بطولة آسيا للشواطئ برونزية، حققنا أشياء في هالسنتين ونص، أشياء وايد قوية، أشياء وايد مهمة. بس إن شاء الله في شهر 8 لأول مرة في التاريخ بيحطون جوجوتسو في لعبة الأسياد اللي بتكون على مستوى آسيا في جاكرتا. أي بالضبط، فتركيزنا كامل بيكون على هالبطولة، بتكون مثل ما نقول بوابة قوية لكم كم تدخلون المسار الأولمبي عبر هذه البطولة. أكيد بالضبط، هاي شيء تاريخي حق لعبة الجوجوتسو، والحمد لله أنا موجود موجود لهالشيء التاريخي. أكيد طبعاً. يمكن خلنا نرجع معاك شوي ل 2011، كانت عندك تجربة في البرازيل، تكلمنا عنها. لما كان عمري 17 سنة كلمت الوالد الغالي والوالدة، قلت لهم شوفوا أنا بدرس وبخلص دراستي، بس بدرس في البرازيل عشان مرة واحدة أقدر أتفوق وأتعلم أشياء يمكن ما كنت بتعلمها في البحرين. فصار لي 5 سنين هناك و تعلمت أشياء وايد مهمة، مستواي راح فوق، تعرفت على ناس في اللعبة، يعني تعلم شلون أكون محترف كلاعب، هاي شيء يمكن ما كنت مستوعب وايد في البحرين، فالخبرة كانت ممتازة، وأظن أن رجعت البحرين في الوقت المناسب، لأن الحين أقدر أشتغل مع الكابتن رضا بطريقة وايد أحسن، وحاليا أظن أن أحسن مكان لي كلاعب وكمدرب أنا أكون موجود في البحرين. البرازيل مثل ما نعرف هي موطن لعبة الجيوجيتسو، لكن مثل ما نعرف إحنا أن الكل يأخذ فكرة عن دول أمريكا الجنوبية أنها دول خاطرة وصعبة العيشة فيها، شلون خلوك الأهل أنك تروح في هذه الفترة؟ ما عرضوا الموضوع في البداية؟ الفكرة نفسها جت من الوالدة، هي قالت علي إذا هي قالت إذا أنت فعلا أنت بتتفوق في هاللعبة ليش ما تروح البرازيل؟ وأنا ما كنت أفكر في هالمسألة، قلت لا ليش لا، وفعلا يعني في خطر في الدولة. حلو، يعني اكبر دعم حصلته من الاهل. اي نعم، اي الدولة نفسها فقيرة وفي اشياء خطرة، بس يعني تعلم شلون احاسب على روحي يعني. صح، دوم لك جيتسو يعني ما عليك خوف ما شاء الله، يمكن اللغة دائما تكون عائق كبير، ما شاء الله عليك، سمع انك تتكلم 4 لغات. صح، من ضمنها اللغة البرتغالية مثل ما اقول متحدثة في البرازيل. تعلمت اللغة قبل لا تروح ولا هناك تعلمتها؟ أنا وصلت هناك 6 شهور قبل بداية الجامعة، فكان عندي 6 شهور على الأقل أستوعب بداية اللغة اللي هي اللغة البرتغالية، وفعلا كان شيء صعب. أظن في أول 3 شهور
ما كنت أقدر أنطق كلمة، يعني ما كنت أفهم للناس خلاف كلي. نعم. فعقب 4-5 شهور أظن الأساسيات على الأقل قمت أفهمها، وبعدين مع بداية الجامعة وطبعاً بشكل يومي أروح النادي أتفاعل ويا الناس، وهناك البيئة مو بيئة تسمح لك تتكلم بالإنجليزي، ما حد يتكلم بالإنجليزي هناك، فغصباً عني كان لازم أتعلم، والحمد لله تعلمت. ومن خلال تواجدك في البرازيل تدربت في أفضل أكاديميات في رياضة الجوجيتسو، شنو ضاف لك هاي الشيء؟ أنا تمرنت في ألاينس ساو باولو، هي أكبر مدرسة ألاينس في العالم ومن أقوى الأفرقة العالمية. فلما رحت هناك كان نوع من الشوك لي، لأن أنا كنت متعود فأنا كنت أحسن من ضمن أحسن لاعبين في البحرين، فلما رحت هناك صار نوع من الشوك لي، خلوني نوعا ما أتواضع. ومن هناك قدرت أفوز بطولة العالم، بطولة البان أمريكان، بطولة أمريكان ناشنالز، فقدرت أحقق أشياء وايدة هناك في البرازيل. بس أظن أهم درس تعلمته هناك إن شلون أقدر أكون محترف كلاعب. مثل ما تعرفون اللاعب عشان يعيش كلاعب لازم يكون محترف. أكيد. فأظن هاي أكبر شيء تعلمته هناك. حلو. طبعاً يمكن لو نتكلم من بعد عودتك من البرازيل شاركت في عدة بطولات وحققت ميداليات ذهبية عديدة وشرفت البحرين في عدة محافل، حدثنا عن أبرز إنجازاتك كلاعب في الجيوجيتسو. أظن أكبر إنجاز لي كان في سنة 2012 لما فزت بطولة العالم. كنت أول واحد من البحرين، وكنت أظن يمكن البحرين الوحيد اللي لعب في هالبطولة، وفي نفس اليوم لعبت 7 مباريات. ما شاء الله. كامل لعبت 10 مباريات وجبت الذهبية في وزني والفضية في الوزن المفتوح. تحدي كبير كان 7 مباريات في يوم واحد. اي فعلا كان تحدي بدني وذهني بعد. اكيد. الحين شنو خططك للمشاركات المستقبليه الى جانب خطط طبعا الاسياد اللي كلمتنا عنها، شنو خطط للبطولات المختلفه؟ طبعا ان شاء الله في شهر 4 بلعب في بطوله العالم للمحترفين ضمن الاتحاد الاماراتي. هاي البطوله طبعا بتكون اولويه لاحنا كفريق بحريني، المنتخب كامل بيروح، عندنا نساء بيلعبون لأول مرة في هالمستوى، وإن شاء الله إحنا واثقين هاي أعلى مستوى بالنسبة لنا، وأنا واثق بتكون أول سنة لي كحزام أسود، هاي بتكون أشرس منافسة لي، بس أنا واثق من تماريني، أنا واثق من مستواي، أنا واثق من المدرب رضا من الفردي اللي دائما يثق فيني. أكيد. طبعا كلنا واثقين فيك، أتمنى لك كل التوفيق علي من الفردي. شكرا على تواجدك معنا. شكرا. شكرا لك. أوبريغادو أميغو. شكرا. أغنى لاعب كرة قدم في العالم لم يلعب أي مباراة رسمية لنادي، خلونا نشوف معاكم هالتقرير وبتعرفون من هو اللاعب. أرقام الفلكية التي تتناقلها وسائل الإعلام عن انتقال نجوم كرة القدم وأجورهم الشهرية، يتساءل كثيرون عن أثر لاعب كرة قدم في العالم، وقد يفكر كثيرون على الفور بالنجمين كريستيانو رونالدو وميسي، وإنما تكمن الإجابة الحقيقية إلى جناح نادي ليستر سيتي الإنجليزي فائق بلقيه، ولم يحصل على لقب الأكثر ثراء في العالم من ممارسة كرة القدم، بل لأنه ينتمي ببساطة إلى العائلة الحاكمة في سلطنة بروناي والتي تقدر ثروته بأكثر من 20 مليار دولار. ورغم أن فائق لم يخض أي مباراة رسمية مع الثعالب إلا أنه لعب 9 مباريات لمنتخب سلطنة بروناي مسجلا هدفا واحدا فقط، وتعلم الإنفاق من والده حيث ينفق نحو 35 مليون دولار شهريا على اقتناء السيارات والساعات والأفلام الثمينة. لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني للكرة الطائرة نظمت مهرجان ميثاق العمل الوطني للأطفال الذي يهدف إلى زيادة شعبية اللعبة واكتشاف جيل جديد من المواهب. تفاصيل أكثر للمهرجان في تقرير زميلتنا بسمة عبدو. طبعاً هاي المهرجانات هي الأساس، البداية، القاعدة اللي ينطلق عليها أي نادي. لما يكون عندك فريق من الأساس يتدرب صح، مستقبلاً راح ينتج عندك فريق قوي يعني إن شاء الله. جميع الأندية البحرينية تشترك تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة الطائرة، ومنها تنتقل المواهب والخامات الجيدة للفرق، نتعب عليها وندربها لما
توصل إلى المستويات العليا. هذه ترتبط يعني بالصغار، تجمعهم في مكان واحد ويأخذون على بعض، كثرة المباريات يطلع ثمر التمرين. عبر التمرين احنا نعطيهم تمارين فرديه هني يطبقونها في المهرجان. وهي نشكر يعني رئيس الاتحاد على هالمبادره الحلوه اللي بين فتره وفتره يقيمون لنا مهرجان يجمعون فيه الانديه كلها. هي المشاركه ديت بتعتبر مشاركه مفيده جدا للنادي، لان دي القاعده الاساسيه اللي احنا بنبدا منها للفريق الاول. فاحنا معانا عدد المهرجان عامه حوالي 25 لاعب، بنختارهم عن طريق بقى الانتقاء الناحيه الفسيولوجيه والتشريحيه بتاعتنا، وبعد كده بنبدا نتطرق معاهم في المهارات. نتعرف أكثر على فعاليات مهرجان الأطفال للكرة الطائرة. يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني للكرة الطائرة سيد حسين حماد، حياك الله معنا في الاستديو. الله يسلمك. طبعا في البداية تكلمنا عن مهرجان الأطفال لهذا السنة، كيف كان المهرجان وش اللي ميزه عن النسخ الماضية؟ طبعا هذا المهرجان الثالث، وهو بعنوان مهرجان ميثاق العمل الوطني. سبق هذا المهرجان اللي هو المهرجان العيد الوطني واللي اقيم في نادي بني جمرة، وهذا المهرجان الثالث اقيم في نادي عالي. اللي يميز هاي المهرجانين، احنا طبعا عندنا ثلاث مهرجانات، بس هاي اخر مهرجانين سويناهم في أندية، بحكم ان هاي الأندية كانت متشجعة وهي اللي اقترحت علينا إقامة هذه الفعاليات عندها، على أساس تكون الفعالية تعم المنطقة، يعني أهالي المنطقة يتعرفون أكثر على هذه اللعبة. فاللي يخص أو ما ميز هاي المهرجان إنه أقيم في نادي عالي بالقرب من أهالي عالي، صح، على أساس يتعرفون أكثر على يطلعون عيالهم هذه اللعبة بالضبط. يعني فاقامه مثل ما نقول البطوله في انديه اعطاها مثل ما نقول طابع مختلف تماما عن اقامتها في صاله الاتحاد البحريني للكره الطائره. اكيد يعني احنا في بهاي النظام صرنا اقرب الى الاهالي، اقرب الى الانديه، اقرب الى اللاعبين اللي حابين ان يمارسون هذه اللعبه بس مو محصلين الفرصه، فمن خلال هذه الاقامه القريبه منهم يتشجعون على ممارسه هذه اللعبه. لاحظ اهتمام الاتحاد البحريني للكرة الطائرة بإقامة مثل هذا النوع من المهرجانات، شو الهدف من هذه المهرجانات للصغار؟ هاي المهرجانات تعتبر القاعدة الأولية للاتحاد البحريني للكرة الطائرة. احنا كاتحاد نحب ان هذه اللعبة تنتشر اكثر واكثر وتكون لنا قاعدة نستمد منها ان شاء الله مستقبلا له لاعبين المنتخبات. ثانياً تعتبر كذلك للأندية استمرارية، إذا أي نادي يحب أن يستمر في التميز والعطاء على مستوى الفئات العمرية أو حتى الفريق الأول لابد أن يهتم بهذه القاعدة. كل ما كبرت قاعدته كان الحصيلة المستقبلية أفضل. نعم. وشون شفتوا مدى اهتمام أو استفادة الأندية واللاعبين من هذه المهرجانات؟ على مدى الحين ثلاث مهرجانات وأنا كنت متواجد دائماً في هاي المهرجانات، أشوف في تحسن خاصة من خلال ممارسة هاي اللعبة بالنسبة لهذه الفئة. يعني نشوف المدربين دائماً يكونون قريبين من اللاعبين وحثونهم على ممارسة المهارات الأساسية بصورة جيدة.
والشيء اللي لاحظته يمكن في هذا المهرجان الأخير إن بدت مسألة ملامسة الكرة اللي هي الثلاث ضربات اللي احنا نسميها يعني تكثر لدى هاي اللاعبين لاعبين المهرجان. يمكن المهرجان الأول ما كان بهاي الكثافة، لكن باستمرار إقامة المهرجانات الكثيرة بدت هذه المهارات تترسخ لدى اللاعب وتتطور. من خلال هذه المهرجانات للصغار يبين اللاعب الموهوب اللي راح يصير مثلا لاعب مميز لين كبر، يبين من هذا العمر الصغير؟ يمكن ما يعني ما يبين بشكل واضح، لكن تيك بعض المؤشرات. طبعا بعض المؤشرات بالنسبه عند بعض اللاعبين تشوف انه متميز في مهاره معينه، فتتوقع لهذا اللاعب انه يكون متميز مستقبلا. شنو خطط الاتحاد المقبلة لتطوير ونشر اللعبة بالنسبة للصغار؟ احنا يعني مثل ما قلت لك استاذي، يعني يمكن ابتدينا ان المهرجان يقام في الاتحاد، الحين نقلناه الى الاندية. عندنا فكرة مستقبلية ان هذا المهرجان يخرج خارج نطاق الاندية الى المساحات المفتوحة على يعني. اساس مو بس اهالي المنطقة تعرف هذه اللعبة وتنجذب إليها، لا، أهالي البحرين كلهم والمقيمين يشوفون هاي اللعبة ويتعرفون عليها، خاصة أن لعبة كرة الطائرة يعني من الألعاب الحلوة وما فيها الملامسة أو الخشونة مثل الألعاب الباقية يعني، وفي نفس الوقت تنمي مهارة الفرد إذا ما أقبل عليها يعني. كذلك لعبة كرة الطائرة من الألعاب اللي الكل يلعبها وين ما راح، على البحر، في البار، في كل مكان، يحطون مثلا ما قالوا شبك ويلعبون كرة الطائرة. هل في فكرة مثل ما نقول لترويج لكرة الطائرة الشاطئية مثلا، مثل ما نقول بما أن قلت أنها راح تلعبون في الأماكن المفتوحة؟ نعم أكيد، بدأ اللي هو الاتحاد طبعا إقامة الملاعب الشاطئية. الحين الحمد لله يعني احنا في طور التجهيز لهذه الملاعب، راح تقام ما يقارب يمكن ملعبين الى ثلاث ملاعب. جميل. فهاي دافع لنا احنا على اساس ندفع الأندية ان هي كذلك تحث لاعبينها على ممارسة لعبة كرة الطائرة الشاطئية. وشنو هو جدول الفعاليات والمسابقات المقبلة اللي الحين عندكم تخططون لها؟ طبعاً بالنسبة على مستوى المهرجان إن شاء الله راح يكون هذا المهرجان الرسمي اللي هو ميثاق العمل الوطني، هو آخر مهرجان، لكن هناك كذلك مهرجان الأولمبياد المدرسي، إحنا نحث الأندية على ممارسة أو الاشتراك في هذا المهرجان. بالإضافة عندنا كذلك بعض الفئات السنية إن شاء الله على وشك أنها تختتم الموسم هذا، فئة الناشئين وفئة الأشبال، ويبقى عندنا الرجال إن شاء الله. مثل ما نشاهد اللقطات اللي نشوفها على الشاشة، يعني ما شاء الله مشاركة كبيرة كانت أتوقع من كل الأندية في البحرين. 12 نادي من 14 نادي، وكان راح يوصل العدد الى 13 نادي، بس الوقت ما ساعف للاسف يعني. يمكن من خلال هذه المهرجانات حتى الانديه اللي عندها قاعده قويه، يمكن في بعض اللاعبين المميزين ما يحصلون فرصه يلعبون، في فرصه الانديه الثانيه ان تاخذ اللاعب المميز اللي ما يقدر يلعب مع انديه ثانيه. والله اللي اشوف ان اللي يود على لاعب يعني بصعوبه يخليه يعني، واحنا في نظامنا احنا في الاتحاد ان اللاعب يسجل لدى الأندية من فئة المهرجان، يعني مجرد إن اللاعب يوقع للنادي في هذه الفئة من فئة المهرجان، خلاص من فئة المهرجان خلاص بصعوبة يقدر ينتقل إلى نادي آخر، ولذلك ما أظن أي نادي يعني راح يفرط في أي لاعب من لاعبينه، خاصة إذا كان ما في أي حل للاعب. مثل ما أقول هو صغير لو وقع مع نادي وحاول أنه مثلا ينتقل إلى نادي ثاني مرحلة ناشئين أو الشباب، صعب أنه ينتقل. بالتراضي ممكن أنه ينتقل من نادي إلى نادي، أو إذا بغى كذلك أنه ينتقل ممكن أنه يوقف موسمين، وهذا صح، إحنا صح. طبعا ما نحبه يعني، أكيد مو بزين حق اللاعب الصغير. أكيد. شنو خططكم الآن مثل ما نقول لنشر ثقافة لعبة الكرة الطائرة بالتعاون مع وزارة التربية أو وزارة الشباب والرياضة مثل ما نقول؟ احنا يمكن عندنا احنا في لجنة المسابقات عندنا فكرة وابتدينا والحمد لله في إقامتها، وهي استغلال الميديا في نشر ثقافة كرة الطائرة. يمكن ابتدينا
توجيه بعض الرسائل الإعلامية للجمهور الخاصة بلعبة كرة الطائرة. إن شاء الله راح كذلك تكون هناك في رسائل ثانية تخص فئة المهرجان وتخص فئة الفئات الثانية والرجال كذلك إن شاء الله. في النهاية أستاذ حسين، كلمنا عن دعم رئيس الاتحاد الشيخ علي بن محمد الخليفة في دعم المواهب الصغيرة وتكوين قاعدة قوية لكرة الطائرة البحرينية. طبعا سعادة الشيخ علي ما يقصر من هاي الناحية، وغالبا إذا ما تواجد في البحرين يكون أول متواجد في هذه المهرجانات، وطبعا هو يدعم باقي الفئات، لكن هذه الفئة بالذات لمعرفة الشيخ أن هي البداية وهي الركيزة الأساسية لثبات كرة الطائرة في البحرين وانتشارها سواء خليجيا أو عالميا، فهو يخصها دائما بحضوره ومتابعته لأمور اللاعبين أو المدربين كذلك. فالحمد لله من هذه الناحية مرتاحين احنا كلجنة مسابقات وبدعم من سعادة الشيخ علي. يعطيكم العافية أستاذ حسين حماد، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة الطائرة، شكرا لك على تواجدك معنا. الله يسلمك. تخيلوا لو الفن دخل عالم كرة القدم، يا ترى ما الذي سيحدث؟ سؤال نجد إجابته في تقرير الزميل عيسى الختال. في عصرنا هذا الفن تجده في كل شيء، ففي ملاعب كرة القدم ظهر ما يعرف بالتيفو، وهو عبارة عن لافتات صغيرة تتحول إلى لوحات فنية ترسل كلمات وشعارات تلامس الرياضة أحياناً وتقترب من السياسة في أحيان أخرى. والتيفو عادة ما يكون مصنوعاً من صفائح من الورق الملون أو من البالونات أو من أعلام أو لافتات. هذه الظاهرة بدأت في إيطاليا في نهاية الستينات، وثم انتشرت شيئا فشيئا في دول جنوب أوروبا، وتعود أصول كلمة تيفو إلى اللغة الإيطالية وتعني أنصار الفريق الرياضي. الفن أصبح موجود في كل مجالات الحياة، ولا شك أن ظاهرة التيفو زادت من جمالية وحلاوة ملاعب كرة القدم. يعتبر الهداف الأول في المملكة العربية السعودية فحسب، بل يعتبر الهداف الأول خليجياً ماجد عبد الله أكثر من مجرد لاعب. خلونا نشوف التقرير اللي أعد لنا الزميل قمر عبد السميع. ماجد أحمد عبد الله، مواليد 1 نوفمبر 1959، هو لاعب كرة قدم سعودي معتزل، كان يلعب في مركز الهجوم مع نادي النصر السعودي. يعد من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية. امتدت مسيرة ماجد عبد الله الرياضية على مدى 22 عاماً، ستظل محفورة في الذاكرة والتاريخ الكروي كالعصر الذهبي لنادي النصر والمنتخب السعودي. فقد كان لماجد شرف المشاركة في المنتخبات وقيادتها لتحقيق أولى وأجمل منجزاتها القارية والعالمية، فقد حقق مع منتخب بلاده كأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى عام 1984، وكذلك التأهل لكأس العالم للمرة الأولى والوصول تحت قيادته لدور 16 عام 1994 في أمريكا أمام المنتخب البلجيكي. كما حقق ماجد مع ناديه 11 بطولة محلية وخليجية وقارية، وكان هو الهداف الأول والأبرز مع فريقه ومنتخب بلاده طوال فترة تواجده في الملاعب، وما يزال يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف محليا ودوليا، حيث استطاع أن يتجاوز 500 هدف. أعلن ماجد عبد الله اعتزاله كرة القدم نهائياً عام 1998 بعد أن لعب آخر مبارياته وهو بعمر 40. أجمع عليه بعض النقاد والمتابعين من داخل وخارج المملكة على أنه من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة السعودية، وأحد أهم الأسماء الرياضية السعودية التي أثرت على الساحة الكروية بالعطاء والأهداف والنجومية. ماجد عبد الله قصة لن ينساها التاريخ أبدا.
وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج الملعب، مع السلامة.